الإنجاز الأهم تحقق في التحيتة، فالمدينة تستعيد الحياة المشوبة بالحذر وسط تزايد الهجمات بالقذائف من جانب الحوثيين، ووسط حضور أمني كثيف وانتشار عسكري للقوات الحكومية في المدينة ومحيطها. الحرب الشاملة توقفت هنا، لكن المناوشات والاشتباكات التي تشهدها أطراف المدينة الشرقية لم تتوقف، حيث تقوم القوات الحكومية بصد الهجمات والتسللات التي تقوم بها العناصر المسلحة التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في هذه المنطقة. دخلت قوات العمالقة في مدينة التعيتة وخلصت البلاد من شرذمة الميليشيات الحوثية التي تعيش في الأرض فسادا. الهجمات العشوائية بقذائف الهون والصواريخ تسببت في مقتل العشرات من المدنيين في التحيتة، كحال كل مدينة تندحر منها الميليشيا فتتحول إلى هدف مفتوح لمقاتلي الميليشيا. بيت مرسى، بيت المعالق ضربتين، بيت مريسا ضربتين، بيت مدخون ضربتين. ماذا ماذا في ماذا؟ أيوة كثير، ها شهداء من 4 نفر من 3 نفر كل بيت. حق القضايف، للقضايف حق مصر. وفي سياق هذه المواجهات أعلن الجيش عن مقتل 4 من عناصر ميليشيا الحوثي في أطراف مدينة التحيتة أثناء محاولتهم التسلل إلى المدينة، بينما تمكن آخرون من عناصر الميليشيا من الفرار تاركين وراءهم كميات من المعدات العسكرية. وعثر الجيش على أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة تابعة للميليشيا أثناء قيامه بعمليات تمشيط للمزارع الفاصلة بين مدينة التحيتة وزبيد، وكشف كذلك عن ألغام زرعتها الميليشيا في الطريق العام لمديرية التحيتة، وتقوم الفرق الهندسية بنزع شبكة الألغام التي تبين أنها كانت مربوطة بمقر المجلس المحلي للمديرية في سياق عمليات تخريبية شملت تفخيخ عدد من مدارس التحيتة. تطورات اليومين الماضيين شهدت إطلاق صاروخ باليستي من جانب الميليشيا، تقول المصادر الميدانية إنه سقط في منطقة سكنية في ساحل مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة. على الصعيد الإنساني أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر عن وصول سفن مساعدات إلى موانئ محافظة الحديدة، وعدد السفير الجابر 17 سفينة قال إنها وصلت موانئ الحديدة، منها 3 سفن رست في ميناء الحديدة و3 بانتظار الدخول خارج الميناء وسفينة 7 تفرغ حمولتها في ميناء الصليف. واتهم السفير السعودي ميليشيا الحوثي بالاستمرار في تعطيل دخول سفينة المشتقات النفطية ماريا إلى الميناء منذ 2 أسبوع.